الزلفلة والنار. السلام عليكم خوتي، غدوة 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أنا ندخل في إضراب عن الطعام، نهار واحد رمزيا لأجل معتقل من الرأي والسياسة في الجزائر. خوتنا اليوم في السجون، يراهم ظلما في السجون، ندخل في إضراب اليوم واحد. وتحية الجزائر، وما راناش حاشين. السلام عليكم أعزائي خوتي، تحياتي طورية. غدوة إن شاء الله 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعلن غدا دخولي في إضراب عن الطعام يوم واحد، وذلك تضامنا مع معتقلين الرأي في الحراك المظلومين والمسجونين في سجون العصابة. تحيا الجزائر حرة مستقلة، عاشت الجزائر ولا عاش من خانها، دولة مدنية ماشي عسكرية. السلام عليكم الخواء الزول، غدوة إن شاء الله 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعلن أني داخل في إضراب عن الطعام ليوم واحد تضامنا مع خوتنا المعتقلين ظلما في سجون العصابة. الحرية المعتقلين، الحرية الجزائر. السلام.